بنرحب بحضراتكم من جديد انتهت فعاليات الاسبوع العربي للتنميه المستدامه تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقه انه هذه الفعاليات اظهرت نتائج ايجابيه جدا وواعده في العديد من الملفات خلينا نناقش هذه طبعا المخرجات بالتفصيل وهذه النتائج بالتفصيل مع ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه ندى العجيزي مدير اداره التنميه المستدامه والتعاون الدولي بجامعه الدول العربيه صباح الخير على يا فندم نورانا في صباح الخير يا مصر صباح النور صباح الخير عليك اهلا بحبك. يعني في البداية خليني أعرف من حضرتك مصر والتنمية المستدامة الحقيقة يمكن أنا كنت موجودة وسمعت كلام كتير جدا إيجابي عن خطة مصر للتنمية المستدامة وقد إيه الحقيقة أن مصر بتسير في بخطة ثابتة أنها تقدر تحقق هذه التنمية وأنها كمان تقدر أنها تحقق جودة المعيشة لكل المواطنين في البداية وبخطوط عريضة عايزة أعرف من حضرتك خطه مصر ايه اللي اتحقق فيها حتى الان واحنا رايحين لفين الحقيقه يعني مصر ما فيش شك انها قطعت شوط كبير في موضوع التنميه المستدامه من بدايه اطلاق خطه 2030 في الامم المتحده في 2015 مصر طبعا كانت من اولى الدول اللي تبنت هذه الخطه حطت رؤيه ل 2030 ثم استراتيجيه ل 2030 بيتم دلوقتي متابعتها على مستوى الوزارات كلها والحقيقه احنا شايفين طبعا القياده السياسيه نفسها مهتمه بهذا الملف قد ايه فمصر في الجزء ده الحقيقه يعني مهتمه جدا يعني بفكره تحقيق اهداف التنميه المستدامه وبفكره توطين التنميه المستدامه فوصلت لحد المحافظات انها تبتدي تعمل مشروعات في المحافظات تكون يعني بتتماشى مع اهداف التنميه المستدامه وايضا مصر برضو يعني من جانب اخر شفنا ان هي كانت من اوائل الدول اللي قدمت تقاريرها الطوعية للامم المتحده قدمت حوالي ثلاث تقارير حتى الان ودي من اكثر الدول اللي مقدمه وكل تقرير عن الثاني الحياه بيفرق شايفين يعني تقدم كبير في التقارير التوعيه اللي بتصدر عن مصر وفي اشاده دوليه الحقيقه بالتقرير الاخير خصوصا ما يتعلق بمشروع حياه كريمه وانه تم يعني ادراجه كاحد المشروعات الرياديه على مستوى العالم في هذا الملف يعني. طيب ده عظيم جدا ده اللي كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك اللي هي بالنقط كده يعني نحط نقط ونقول مصر عملت كذا في الهدف ده من اهداف التنميه المستدامه اللي بيتوافق مع اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه اللي وضعتها في 2015 احنا مشينا في يعني في كل هدف نتكلم عنه شويه ونتكلم برضه ونعرف الناس يعني ايه تنميه مستدامه اصلا. طبعا هم التنميه المستدامه 17 هدف بيكونوا اجنده طموحه جدا هدفها انها تغير العالم والشعار بتاعها الرئيسي الا يخلف الركب احد ان ان كل دول العالم تنمو بشكل متوازن يعني مع بعض وان كل دوله تكون يعني بتحقق فكره التشاركية بين كل اطياف المجتمع اللي فيها عشان م. تقدر يحققوا مع بعض هذه التنميه اللي احنا بننشدها يعني فبتهتم ليس فقط بالحكومات هي الحكومات منوط بها ان هي اللي تقدم التقارير التوعيه دي للامم المتحده لكن اي تقرير بيحتوي على يعني انعكاس لجميع اطياف المجتمع الاخرين بيشتغلوا ازاي على نفس الملف فبنشوف ان ان في القطاع الخاص ممثل المجتمع المدني ممثل هنلاقي ان الشباب ممثلين هنلاقي برلمانيين ممثلين هنلاقي تمثيل للمراه يعني في اي تقرير بيصدر صحيح. هتكلم على طبعا مستوى العالم وايضا على مستوى مصر فبنلاقي ان مصر يعني واخده كل ال17 هدف مهتمه بيها يعني ما فيش هدف ممكن يكون واخد يعني شكل متقدم عن هدف الى حد كبير ان بنتكلم بشكل كله. متوازن ودي فكره التنميه المستدامه ايضا لان كل الاهداف بشكل او باخر مرتبطه ببعض صحيح. وكل الاهداف بتاثر في بعض فاذا بنتكلم عن الفقر بيأثر في الصحه، بيأثر في التعليم، ممكن يكون بيأثر في في موضوعات تتعلق بالمساواه مثلا بين الرجل والمرأه، م. ممكن تكون بتتعلق بموضوعات تتع... لها علاقه بال... بالعداله، لها علاقه بالإجتماعية والاقتصاديه والبيئيه بالضبط فكل الثلاث يعني اركان دول من اركان الاجنده مرتبطين ببعض، فعشان كده بنقول ان دي اجنده مختلفه واجنده طموحه و ماشي على كل الاهداف بشكل متوازن <applause> طيب استاذه الحقيقه انه في نقطتين هامتين جدا تم تناولهم في الاسبوع العربي للتنميه المستدامه وهما التكنولوجيا وايضا التمويل التمويل اكيد هنتكلم عنه ولكن الى حد ما هي نقطه واضحة ومفهومة لكن ممكن حد يسأل إيه علاقة التكنولوجيا بالتنمية المستدامة إيه اللي ممكن يحتاجها لو هنتكلم على مجتمع يعني فقير نسبيا او في نسبه فقر عاليه ايه التكنولوجيا ممكن تفرق معاه في ايه هو التكنولوجيا الحقيقه واحنا شفنا ده في الفتره الاخيره قد ايه كانت مأثره في حياه الناس لما حصلت جائحه كورونا والناس كلها حصل تباعد اجتماعي ايه اللي كان بيقرب الناس من بعض كانت التكنولوجيا م. فبالتالي يعني احنا شفنا اهميتها مؤخرا لكن هي اساسا واحد من العناصر الرئيسيه في الهدف 17 من اهداف التنميه المستدامه اللي بيتكلم على على الشراكه ووسائل التنفيذ فبنتكلم على ان التكنولوجيا والتمويل من اساسيات تحقيق التنميه فعشان كده كل الدول بنلاقيها دلوقتي مهتمه بموضوع التكنولوجيا فكره الثوره الصناعيه الرابعه فكره الذكاء الاصطناعي بقت افكار كلها ويعني و... و... حاجات كلنا دلوقتي بنطمح لها على مستوى الدول كلها احنا بنفكر بشكل مختلف فكره توطين التكنولوجيا احنا للاسف بناخد التكنولوجيا بتاعتنا دايما من بره لكن دلوقتي في اتجاه كبير ان احنا نوطن التكنولوجيا عندنا وده كان موجود طبعا لكن دلوقتي يعني الاهتمام اكبر بهذا الموضوع نظرا لان احنا دلوقتي ما نقدرش ان احنا نستغنى على التكنولوجيا في حياتنا وبنحاول بكل الطرق ان احنا نستفيد من الـ الـ يعني اذا كان في اي نوع من التقدم حاصل على مستوى العالم ان احنا كمان نقدر نستفيد من هذا التقدم في اوطاننا يعني. فاحنا يعني اطلقنا شبكه للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنميه المستدامه بقى فتره بنشتغل عليها فالحقيقه هدف الشبكه دي تم اطلاق هذه النسخه في هذه النسخه تم اطلاق الشبكه هي بتتكلم عن تبادل خبرات على الشبكه دي استشارات ممكن يتم تقديمها لصناع القرار في المنطقه م. العربيه هيكون عليها زي ورش عمل افتراضيه زي نقول مثلا ناس مهتمه بموضوعات معينه لها علاقه بالتنميه المستدامه ممكن تعمل ورشه عمل افتراضيه ممكن يكونوا في اماكن مختلفه حتى على مستوى العالم ويتم يعني يقدروا ان هم يتقابلوا افتراضيا على هذه الشبكه فالحقيقه يعني فكره طموحه وسعداء ان هي فعلا تم اطلاقها في الاسبوع بعد هذا الجهد وان شاء الله يكون عليها بقى يعني شغل كتير في الفتره اللي جايه. طيب كل دوله من الدول العربيه لها اولوياتها التنمويه اللي طبعا بتتحدد على اساس طبيعه الوضع في الداخل في كل دوله عربيه، ازاي من خلال اداره حضرتك بنساعد هذه الدول العربيه في تحقيق اهدافها التنمويه؟ هي الحقيقه الاداره بتعتبر الامانه الفنيه لحاجه اسمها اللجنه العربيه للتنميه المستدامه، هي لجنه مكونه من الدول العربيه كلها المعنيين بملف التنميه المستدامه بيتم تعيينهم رسميا من قبل الدوله ان هم يكونوا اعضاء في هذه اللجنه، اللجنه دي بتنعقد كل سته اشهر يعني في جامعه الدول العربيه عشان نقف على ايه التحديات اللي بتواجهنا ايه المشاكل اللي ممكن تكون عندنا في الفتره دي ايه النجاحات اللي ممكن تكون حققتها بعض الدول وممكن يعني تبادل الخبره ونستفيد من الخبرات المختلفه ايضا معانا في اللجنه دي مش بس الدول، معانا منظمات للمجتمع المدني، معانا تمثيل للشباب، معانا منظمات دوليه بتحضر معانا بشكل اساسي عشان تكون برضو بتعكس فكره الاجنده اللي هي التشاركيه. ف... فالحقيقه اللجنه دي لجنه مهمه و... و... واحنا يعني بناء على المناقشات وال... وال... وكل الاجتماعات اللي بتحصل بيتم بقى ترتيب الاولويات كل فتره م. ان الدول في عندنا للاسف دول بتعاني مثلا من نزاعات وصراعات وممكن يكون عندها ظروف لجوء ونزوح وما الى ذلك م. بيتم الاهتمام بهذا الموضوع ممكن دول اخرى تكون عندها يعني مثلا مهتمه اكثر بموضوعات معينه لان هي يعني محققه تقدم معين لكن بشكل عام هي دي زي, زي الاجتماع اللي احنا بنعمله اللي ممكن يكون فيه تحديد للاولويات كل فتره واخرى يعني عن طريق هذه اللجنه. طيب استاذه ندى دي النسخه الرابعه من الاسبوع العربي للتنميه المستدامه. خلال النسخ الثلاثه اللي فاتت ايه اهم النتائج واهم الاهداف اللي قدرنا نحققها؟ وعايز اعرف من حضرتك كمان بناء عليه طبعا في مخرجات خرجت كمان من الاسبوع الرابع والنسخه الرابعه فلو حضرتك تقول لنا ايه اللي حققناه خلال الثلاث نسخ اللي فاتوا ومخرجات هذه النسخه الحقيقه من الاول لما ابتدينا النسخه الاولى للاسبوع وكانت الحقيقه شرفنا انها تكون تحت رعايه رئيس السيسي وايضا كان معانا فيها شركاء استراتيجيين البنك الدولي الامم المتحده الاتحاد الاوروبي فدايما كان يعني الحقيقه الاسبوع كان واخد زخم من اول نسخه وكان في حضور كبير جدا اغلبيته من الشباب وكان في كتير من من الحكومات العربيه طبعا بتحضر الى جانب يعني هذا التنوع في الجلسات المختلفه فكل نسخه كان بيطلع منها توصيات كنا بنتم بيتم يعني العمل على تنفيذ هذه التوصيه من النسخه الاولى للنسخه الثانيه فكل موضوعاتنا اللي تم طرحها في الاسبوع بيتم طرحها على اللجنه عشان تخش حيز التنفيذ. فبالتالي كل المخرجات تمخضت بعد كده من نسخه الى اخرى الى ان وصلنا لهذه النسخه اللي تم فيها اطلاق الشبكه العربيه للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنميه المستدامه، تم فيها اطلاق المبادره العربيه للقضاء على الجوع في المنطقه العربيه بحلول 2030. تم فيها اطلاق المبادره العربيه للاستدامه اللي هي بتتكلم على ثلاث جوانب رئيسيه تتعلق بموضوعات يعني موضوع بيتعلق بالوصول للمناطق الاشد احتياجا ده اولا الجزء الثاني بيتعلق بمعايير للاستدامه خصوصا للقطاع الخاص في المنطقه العربيه والجزء الثالث بيتعلق بحمله اعلاميه واسعه لرفع الوعي بمفاهيم الاستدامه علي جميع المستويات فالحقيقه يعني كان في اطلاق لهذه المبادرات احنا سعداء جدا ان احنا وصلنا لهذه المرحله علي مدي النسخ المتواليه يعني كنا كل فتره بنقطع شوط الي ان وصلنا لاطلاق هذه يعني طلع شيء في الاخر الى النور يعني طيب عظيم عايزين نتكلم مع حضرتك عن التجارب الوطنيه والدوليه اللي تم استعراضها في الاسبوع العربي للتنميه المستدامه وزي ما حضرتك قلت ان في نجاحات في دول حققت نجاحات فغيرت اولويات اهداف التنميه يعني كانوا شغالين على هدف فحققت نجاح فيه فغيرت الاولويه لهدف اخر فيا ريت حضرتك تكلمين عن هذا والله من الجلسات اللي ممكن اشير لها كانت جلسه مهمه عملتها دكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه وهي طبعا مصر كانت ممثله في وزاره التخطيط كانت هي الشريك الرئيسي مع الجامعه في تنظيم فعاليات هذا الاسبوع كان في جلسه تتعلق بمهارات الشباب الجديده في موضوعات التنميه المستدامه فكان في استعراض لعدد من المبادرات الشبابيه اللي تم اطلاقها في الفتره الاخيره كان في استعراض لمبادرات من الاردن من تونس من مصر مبادرات مختلفه الحقيقه وكانت يعني الجلسه دي كانت جلسه ناجحه جدا والحقيقه ساعتها الدكتوره هاله سعيد كانت اقترحت ان يكون في منصه بتستقبل كل هذه المبادرات علشان م. تكون متاحه للجميع بحيث ان احنا نقدر ان احنا يعني يكون في يعني نوع من التعاون اكتر مع الشباب اللي عاملين هذه المبادره او بين الشباب والحكومات اللي ممكن يستفيدوا من هذه المبادره وده الحقيقه بيتم بالفعل حاليا كان في برضو جلسه مهمه جدا تتعلق بالوظائف الجديده والفرص الجديده بتاعه المستقبل م. دي برضو كانت فيها وزير الشباب المصري وكان فيها دكتوره رشا راغب يعني بتتكلم على ايه الجديد على مستوى الـ الـ يعني فرص بعد بالذات خصوصا يعني في ضوء إن التكنولوجيا بقت هي السائدة فطبعا في اختلاف كتير حصل يعني كان في الحقيقة برضو عدد من الجلسات وموائد الحوار تتعلق بالتغيرات المناخية خصوصا أن مصر طبعا بتستضيف الكوب 27 وبعدها الإمارات هتكون بتستضيف 28 ففي دولتين عربيتين بيستضيفوا هذا الحدث الكبير وطبعا موضوع التغير المناخي بقى من أهم الموضوعات دلوقتي اللي مطروحة على الساحة اتكلمنا على على الامن المناخي فكره الامن المناخي وتاثيره في الامن البشري يعني دي شايفين انها اولويات متقدمه صحيح. في المرحله دي يعني م. الى جانب طبعا الموضوعات المتعلقه بالتمويل تمويل اهداف التنميه المستدامه طبعا من من اهم الاولويات ايضا كان في جلسه تتعلق ب احنا عملنا تقرير له علاقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول اللي بتعاني من نزاعات كان في ثمان دول عربية هي محل الدراسة في هذا التقرير اللي حصل جلسة كبيرة على الموضوع ده بمشاركة الدول وإزاي إن إحنا مخرجات التقرير ده ما يكونش تقرير ويروح في الدرج يعني إن مخرجات التقرير إزاي يتم تنفيذها على الأرض فعلاً فده كانت برضو من الجلسات المهمه ومن الاولويات بالنسبه للمنطقه العربيه يعني حاليا طيب استاذه ندى حضرتك كلمتي انه التمويل من اهم العقبات اللي بتقف امام خطه التنميه المستدامه في امام الدول العربيه عايز اعرف من حضرتك من خلال هذه الفعاليات فعاليات الاسبوع العربي للتنميه المستدامه اهم النقاط اللي تم ادراجها للتعامل مع قضيه التمويل او مع ملف التمويل هو الحقيقه احنا كنا شغالين يعني جامعه الدول العربيه كانت خدت المبادره باطلاق تقارير وطنيه تتعلق بتمويل التنميه في الدول العربيه بنشتغل على دوله دوله الى ان نصل الى تقرير اقليمي بيصف الوضع العام في يعني المنطقه العربيه بالنسبه لملف التمويل وايضا بيشوف يعني زي بنقول روشته للعلاج بس بناء على ظروف كل دوله يعني فابتدينا اول تقرير لتمويل التنميه في مصر كان الحقيقه يعني شرفنا انه كان بقياده الدكتور محمود محي الدين وطبعا كان معانا وزاره التخطيط يعني برده في مصر هي اللي كانت الشريك الرئيسي معانا والحقيقه يعني كان في حوالي 13 او اكثر من 13 خبير عالي المستوى من المصريين اللي عايشين هنا او في الخارج اللي حطوا الـ الـ الفصول المختلفه لهذا التقرير، وتناول موضوع تمويل التنميه من كل الجوانب، م. ومش بس كده حصل عليه زي مناقشات في كل فصل من الفصول مع الجهات المصريه اللي تتعلق اللي لها علاقه سواء وزارات او جهات او اتحاد صناعات او ما الى ذلك حصل عليه مناقشات عشان يطلع كل فصل فعلا متكامل وبيعكس الصوره الحقيقيه ف فاحنا ده اللي احنا شغالين عليه الفتره اللي جايه فيما يتعلق بموضوع التمويل لان محتاجين الصوره تبقى ظاهره بالنسبه لنا احنا ممكن نكون الموضوع غايب عندنا ونعرف الفجوات فين عشان نقدر ان احنا صحيح. اه صحيح. نعالجها يعني بدون التمويل مهما كان فيه خطه مش هنقدر ننفذها على الاقل بالشكل المطلوب ولا حتى بالحجم المطلوب بالظبط نضمن تنفيذ هذه الخطه فعلا ونضمن الاستدامه كمان وحضرتك بتتكلمي على التمويل دلوقتي تمويل برضه مهم لقضيه التغيرات المناخيه طبعا وزي ما حضرتك قلتي ان احنا بنستعد لاستقبال قمه مهمه جدا العالم كله بينظر ليها كاب 27 في مصر في شرم الشيخ في آه نوفمبر اللي جاي ومصر قطعت شوط كبير جدا في هذا الامر، ازاي تم استعراض التجربه المصريه وسط الدول العربيه؟ فعلا كان في استعراض للتجربه المصريه في جلسه مهمه جدا تتعلق بالتغيرات المناخيه وكان في معانا فيها السيده وزيره البيئه واستعرضت الجهود بتاعه مصر في يعني ازاي بتحضر لمؤتمر الكوب طبعا مصر عملت يعني الفتره اللي فاتت كلها شايفين قد ايه بتتجه اكتر الى الطاقه النظيفه بنقول مثلا الطاقه الشمسيه اذا كنا بنتكلم على موضوع بنبان ازاي ابتدت تتعامل مع فكره اداره المخلفات الصلبه ازاي ابتدت تتعامل مع فكره مثلا القضاء على البلاستيك ازاي دلوقتي في اتجاه مثلا ان يعني يكون في اتجاه اكتر للغاز على انه الإحلال. يعني اكثر يعني كبديل يعني للوقود الاحفوري فشايفين ان مصر قطع شوط في الموضوع ده كتير ازاي إن دلوقتي في اتجاه ان شرم الشيخ تكون مدينة خضراء أو المدينة خضراء يعني في اتجاهات شايفين أن مصر يعني خطوات ابتدت تاخدها في هذا الاتجاه خصوصا أن طبعا كل أنظار العالم هتتجه لمصر في آخر السنة علشان تشوف برضو يعني مؤتمر الكوب ده مؤتمر م. يعني كبير جدا والعالم كله بيشارك فيه بكل تأكيد. طبعا موضوع تمويل التغير المناخي من اهم الموضوعات او يعني تاثير تغير المناخ هيكون من ضمن الموضوعات اللي حصل عليها التزامات في جلاسكو دلوقتي في التزام عالمي بان يكون في فند او صندوق بحوالي 100 مليار دولار الدول المتقدمة تعهدت أن هي تقوم بتمويل هذا الصندوق يعني فطبعا برضو في احتياج لده لأن طبعا محتاجين إحلال وحاجات كثيرة محتاجين نعملها حتى تطلب تمويل يعني في هذا الملف فإحنا شايفين أن أن طبعا مصر أكيد قطع شوط في هذا الموضوع وإن شاء الله لحد فترة انعقاد المؤتمر يكون أيضا في نجاحات اكبر يعني ان شاء الله, استاذه ندى اخيرا وسريعا لاي مدى جائحه كورونا غيرت مسار خطه التنميه المستدامه ان كان في مصر او في العالم هو طبعا يعني قبل جائحه كورونا كان للاسف في عدد كبير من الدول العربيه يعني هيبقى صعب ان هو كان يحقق اهداف التنميه المستدامه في 2030 وجت جائحه كورونا للاسف يعني صعبت الدنيا اكتر يعني مم. صعبت الموضوع وفي تراجع اكتر حصل في عدد كبير من الدول العربيه يعني احنا طبعا شايفين ان احنا دلوقتي حتى هو الشعار بتاع الأسبوع المرة دي كان معا لتعافي مستدام ازاي ان إحنا بالتضامن وبالتعاون وبالتشارك نقدر نقلل من أثار هذه الجائحة على عدد كبير من الدول العربية في دول حقيقة كانت ده بالنسبة لها مش عائق كبير قدرت انها تتعامل مع الجائحة وقدرت انها تحقق نجاحات بالرغم صحيح. من الجائحة فيعني احنا دلوقتي بنطمح ان احنا ان شاء الله نقدر نتغلب على الصعاب اللي حصلت اثناء الجائحه ونعدي يعني ان شاء الله ان شاء الله احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم شرفتينا ونورتينا استاذه ندى العجيزي مدير اداره التنميه المستدامه والتعاون الدولي بجامعه الدول العربيه شكرا لك يا فندم نورتينا يا فندم شكرا, شكرا.